طيب سريعا بقى عشان وقتنا كمان استاذ محمد، هو اتكلم الرئيس في النهاية او نهاية المقطع اللي احنا شفناه طبعا عن التفرقة بين الفارق ما بين الجنة هشام والنار. الجنة والنار، ما بين احمد منسي وهشام عشماوي. قال ده مواطن وده مواطن، ده ده ضابط ظابط وده وده ضابط، ظابط. اه بس بالظبط. الفرق ان في واحد واحد خان والتاني ما بخلش بروحه على أرضه. ده برضو يعني نموذج أو مثال أشار ليه الرئيس. أنا أعتقد أنه مش كده، يعني ما أشارش ليه اللي هو كده في وسط الكلام وخلاص، انت لا ده ليه عارفه معاني كبيرة جدا. يعني انا ممكن ابقى متجاوز لو قلت انه هذه النماذج المشوهه الخائنه بتؤكد القاعده. الاستثناء دايما يؤكد يؤكد القاعده. القاعدة. احنا كان عندنا في الاستنزاف برضو ضابط كان اسمه فاروق الفقي، اللي هو قصته موجوده في صعود الهاويه، الفيلم ايوه المشهور ده. نفس الحكايه برضو، خان واعدم، اخد بالك، لانه خان هذا الوطن وكان بيبلغ على زمايله. العمليات كان فيه كتير جدا من زمايله استشهادوا. ده النموذج الاكثر بشاعه هو هشام عشماوي، انه ده بقى بيقتل بنفسه، مش بس بيخون، انه ينقل معلومه للعدو، لا ده. وبعدين ده ده حقيقه، اكتر الحقيقه حاجة كائن. موجعة ان الخيانة تيجي من وسطنا، يعني ده مثلا. صحيح. انه بس ده خلي بالك، انه ده عامله زي الخليه السرطانيه. انت عارف الخليه السرطانيه، يا ربنا يا ربي يعني يحفظ الناس كلها، جزء من خلايا الجسم بس خليه شريره. فده هذه الخلايا الشريره اولا ما تزعجناش، لانه ده استثناء يؤكد القاعده، انه القاعده الوطنيه المصريه قاعده قويه وكبيره. تمام. الرئيس كمان اتكلم على حاجه، ان العدو غير شكل. طبعا الرئيس بيبقى بحكم ما هي دي موقع الحرب الثانية اللي أنا بتكلم عليها بقى، دي بحكم الحرب موقعه الجديدة. طبعا الكبير، يعني انه العدو هو ارض الصهيوني وامريكي. يعني شوفي مين المستفيد، مين اوكي. اللي انشا القاعده الامريكان، مين اللي انشا داعش الامريكان، مين اللي مستفيد من اللي بيحصل في المنطقه كلهم؟ الصهاينه. يعني العيال اللي عندنا في سيناء اسمهم ايه؟ جماعه انصار بيت المقدس، مش كده؟ لو بص وراه على بعد خطوتين بيت المقدس خطوتين يعني، لكن هو يقتلنا احنا، اخد بالك، وسايب الصهاينه اللي هو العدو الاساسي يعني. مظبوط. فده يبقى هو عميل وخاين ويستحق كل ما تمام. يحدث. اولا فعلا زي ما الرئيس قال، احنا عايزين هشام عشماوي عشان يتحاسب، وكل من خان هذا الوطن قولا او فعلا هيتحاسب. والف الف تحيه لاحمد منسي الشهيد اللي ضحى علشاننا بروحه. الف تحيه لاحمد منسي وكل ادي الفرق اهو، ادي الفرق اهو، احنا شايفينه قدام، يعني قدام عينينا. تحية لأحمد منسي وزملائه وكل من استشهد في سبيل هذا الوطن، هذا الوطن العظيم. ده خان بلده وده قدم ضحى روحه عشان بلده.